النصر مسيطر. لو الزمالك منع بروزوفيتش من الـ من الـ نقول السابع للباقي ثامن مدافع اكيد هو الثامن مدافع. نواف العقيدي المتمكن جدا في عملية البناء. صحيح. بروزوفيتش العقل عبر اس اس سي في كل مكان. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. والأصفر والأبيض وجها لوجه مرة أخرى بطن العربي أينما كنتم عبر بهدف مقابل لا شيء. حكم مباراة اليوم الآن حكم مساعد فيديو مقيم الحكام هو الكويلة الأساسية للنصر في مباراة اليوم. نواف وزيري في قائمة خوان كارلوس وقيت وهنا ساديو كريستيانو فرصة ومرور مرور وتقدم ولكن التغطية موجودة تغطية موجودة بنجاح من أمام كريستيانو تبعد خطيره وكرة للزمالك الله مرور وهدف أول يلعب كرة لتيليس شوف العرضية والكرة تبعد مرة أخرى وتمر إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جال للاجتهاد هنا كرة تمريرة وخطيرة وكرة لكن الراية مرفوعة مرة أخرى الراية مرفوعة مرة أخرى على غريب على غريب كرة نصروية على اليمين سلطان الغنام بينية لكريستيانو بعيدة على كريستيانو بعيدة على كريستيانو كريستيانو 145 هدف لأن كرة لكريستيانو تمريرة بينية طويلة 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 على تاليسكا وإلى يد حارس أكثر من سجل بالرأس هنا خطأ لتاليسكا خطأ لتاليسكا مخالفة موجودة لتاليسكا مباراة تاليسكا تترك الكرة للبرازيلي والتصويب وكرة خطيرة 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 جدا على مرمى محمد صبحي الموجود تيليس على الطرف الأيسر تيليس ينقل الكرة إلى الأمام ولكنها الكرة تطول في المحاولة على جهة اليسرى شوف تيليس عرضية خطيرة وكرة خطيرة جدا خطيرة خطيرة أنا قايل لكم كرات العرضية صعبة وخطيرة لاعب فنان شوف العرضية شوف العرضية الصح في المكان الصح مدينة الملك فهد بالحوية تلعب كرة عرضية ومحاولة خطيرة ورأسية فوفانا حكم المباراة يشير إلى خطأ قوة بدنية هذا عبد الله يلعب كرة في منتصف الملعب تماما وحكم المباراة يعطي خطأ للسيسي خطأ لعمرو السيسي سلمى ثلوثي يلعب كرة تونسي للتونسي والجزيري يطالب بضربة جزاء الجزيري لكن حكم المباراة قريب سمرق على الاتحاد المونستيري كرة تلعب عرضية ومحاولة الجزيري آه على فرصة زملكاوية خطيرة اركلها إلى الأمام كريستيانو حصل عليها مرر تاليسكا تاليسكا باليمين كان بإمكانه جدا قوية من بروزوفيتش لم تكتمل وعندما حكم المباراة يشير إلى مخالفة خطأ موجود الآن خطأ موجود حث عن مين يلعب كرة تمريرة بينية للعليوة وفرصة للنصر الآن لكن تطول الكرة وتذهب إلى خارج أرضية الملعب وصلت عند الشيكا شيكا يحاول يلعب عرضية ورأسية السيسي راحت كرة عمرو السيسي هذا الرد من الزمالك على الفريقين كرة لعمرو السيسي عرضية السيسي الآن والتصويب وكرة مرت سليمة سليمة على مرمى نواف العقيدي سروية عند تيليس تلعب الكرة العرضية الآن خطيرة وراسية كوية وعلى اليسار خطيرة والتصويب وكرة خطيرة خطيرة جدا لفتوح لاعب الدولي
الدولي المصري فتوح اليوم، لأن النصر عنده فارق أهداف أكثر. إذا ما سجل انتصار على الزمالك سيتصدر، لكن الخطأ خطيرة نصراوية عند الغنام، والغنام لاعب العرضية والتغطية في آخر لحظة، في آخر لحظة على سلطان الغنام لأن تذهب. الآن بعد الفاصل سنعود إلى الزميل محمد خاتم. عبد الله مادو اللي عنده بطاقة صفراء يخرج ويدخل مكانه عبد الاسم واحد مع بايرن ميونخ الألماني في اليسرى. الآن ماني يتقدم في كرة إلى الأمام وشد موجود، وحكم المباراة يعطي بطاقة للسنغالي. ثم تلعب كرة عرضية وراسية وكرة أولى للسنغالي، كرة أولى للسنغالي ضاعت، مرت راحت لفتوح، عرضية منتظرة والكرة خطيرة والراسية، والراسية إلى يد حارس المرمى. والآن هو اتخذ القرار وننتظر قراره المغربي من الزملكاوية. زيزو يتقدم، زيزو يسجل أحمد سيد زيزو ويتقدم للزمالك 1-0 للزمالك، 1-0 للأبيض، ليلة بيضاء لحد الآن. يحاول ماني وفرصة فيها محاولة يتقدم لسيف الدين الجزيري، ينطلق سيف الدين الجزيري وأمامه تغطية موجودة، قطعت الكرة من أمام سيف الدين وراحت الكرة لتاليسكا. سليهم مر ساوي من نقطة الجزاء عن طريق أحمد سيد زيزو، فرحة، لكن عندنا كرة خطيرة جدا ومحاولة وعرضية خطيرة وكرة لإبراهيم انداي، إبراهيم انداي البديل، كرة راحت هنا، يرسل كرة بروزوفيتش عرضية وراسية تاليسكا بعيدة 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 من جانب تاليسكا. الكثير من الوقت الآن، كونان يتقدم في كرة إلى الأمام، الله الرأس الذهبية، الرأس الذهبية كريستيانو، كريستيانو الذهبي. Hôm nay review giới thiệu cho anh em sản phẩm đó là Propemin anh em, Propemin đấy. Sản phẩm này thì hỗ trợ dùng riêng cho bà bầu đấy. Cung cấp DHA cộng, sản phẩm này 10/10.